How are you, my students? Today, our lesson about phonics. Unit 8 in the mall for third grade. We use pupil's book page 88 and workbook page 76 and 77. Teacher name هديل القريوتي. تالت اليوم درسنا بيحكي عن الأصوات اللي هو الفونكس، صوت جديد. تمام، إحنا أخذنا أصوات كثيرة قبل هيك، اليوم نتعرف على صوت جديد. أخذنا صوت الأير اللي هو الآي والأير، صوت الأير اللي هو الآي والأر، أخذنا صوت الإي والأر اللي هو الأر، وأخذنا كمان صوت الآي اللي هو حرف الواي لما ألفه زي سكاي، صوت الآي. تمام، اليوم رح نتعرف على درج على صوت جديد اللي هو صوت الأو. تمام، صوت الأو بوت أو. تمام، بيتكون عندي من حرفين الأو ومعها الأي. تمام، رح نسمع مع بعض تسجيل الصوت وبعدين نكمل. Pupils book unit 8 page 88 phonics. Look and listen. O boat. O boat. A boat can float on the water. A goat in a boat can float on the water. A goat in a coat in a boat can float on the water. But a goat in a coat in a boat can't float on the road. تمام، تالت بيقول لي عنا أربع صور. هاي picture number one، بدي يوصف لي كل صورة. picture number one شو بيحكي عنها؟ a boat can float in the water. عنا القارب يستطيع أن يطفو على الماء. هاي القارب يطفو على الماء. number two بيقول لي a goat in a boat can float in the water. عنا الماعز في القارب يستطيع أن يطفو على الماء. تمام، number three بيحكي لي a goat in a coat in a boat can float on the water. عنا الماعز يرتدي سترة في القارب يستطيع أن يطفو على الماء. number four عندك but a goat in a boat in a coat in a boat cannot float on the road. الماعز لابس سترة وفي القارب لكن ما بيستطيع أن يطفو على الطريق اللي هو بالشارع معنى آخر. تمام، لا يستطيع أن يطفو هون. تمام، عنا في الورك بوك بيج 76 نمبر 1 write O write the words read the words. مطلوب مني أني أكتب صوت الأو، مكتوب مني أني أرجع أكتب الكلمات، مطلوب مني أني أقرأ الكلمات. هلأ أنا رح أحكي boat القارب boat، بكتب المعنى بالعربية تالت boat قارب coat coat سترة اللي هو زي الجوكات goat ماعز goat ماعز road الطريق road الطريق float يطفو float يطفو. تمام، هلا question number 2 شو بيقول لي؟ read the clause write the words. بدي اقرأ كل جملة عندي هون. بدي انا رقم 1 شايفين هذا يا ثالث السهم؟ شايفين هذا السهم؟ هلا هذا السهم بمعنى انه انا بدي تكون الكلمة اما عمودي اما افقي. تمام، هلا number 1 السهم عندي عمودي بيحكي لي وبدي استخدم الكلمات اللي هي بالquestion number 1. انا كاتبتها هون عندنا boat coat road goat float. عندنا number 1 اللي هي boat اللي هي حكينا بمعنى قارب، coat بمعنى سترة، road طريق، goat ماعز، float اللي هي يطفو. تمام، number 1 you can see this animal on a farm. أنت تستطيع أن ترى هذا الحيوان في المزرعة. أي حيوان من بيناتهم؟ شو الكلمة الضابطة بيناتهم؟ اللي هي goat صح؟ اللي هي goat مثل هيك تالت بنحطها goat. تمام، number two
احكي لي. A boat can do this on a water. القارب يستطيع أن يكون أن يفعلها على الماء. شو هو؟ إنه يطفو. Float. Number three. أفقي. الخط عندي أفقي السهم. You can wear this. أنا أستطيع أني ألبسه. إيش هو؟ اللي هو الكوت. تمام، اللي هو الكوت. Number four. Cars go on this. السيارات بتمشي عليها أو بتذهب عليه. إيش هو؟ Number four اللي هو عمودي. Road. الطريق. Number five. You can travel on water in this. أنت تستطيع إنك تسافر في على المياه من خلاله. إيش هو؟ اللي هو القارب، اللي هو البوت. تمام تالت. طيب question number three. Complete the sentences. Use words from exercise one. شفت exercise number one لما كتبنا الصوت وكتبنا الكلمات تحت الصور، نفس الكلمات هاي الكلمات الموجودة بهذا السؤال بدي أستخدمها بإني أحل الجمل اللي عندي. أنا كتبتهم هنا boat, coat, road, goat, float. تمام. Number one. Wood can on water. الخشب شو يستطيع؟ أن يطفو على المياه. Float. Number two. You can make a out of wood. أنت تستطيع أن تصنع القارب من الخشب. We must cross the فراغ. Be careful. We must road. Be careful. أنت لازم تكون حذر في الطريق. تمام. أنا needs a new. أنا تحتاج إلى a new coat اللي هو سترة جديدة. There is a goat in the field. يوجد ماعز في الحقل. طيب تالت، هلأ بدنا نرجع نحكي عن إشي إحنا أخذناه اللي هو simple past. تمام، حكينا عن simple past إنه أنا بقسم إلى regular و irregular verbs. صح، الحصة الماضية أخذنا رجعنا عدنا عن irregular verbs. صح، هلأ رح أرجع أحكي عن regular verbs in simple past. بدي أخذ الأفعال المنتظمة بالsimple past. الأفعال المنتظمة اللي أنا بضيف لها فقط الإيد. هلأ أنا في حكينا عن بعض الكلمات أو الأفعال اللي ممكن يتغير عليها إشي بسيط جدا. مثلا أنا carry. كاري بشو بتنتهي يا تالت؟ بتنتهي بحرف الواي. انتبه عندي اللون الأحمر تنتهي بحرف الواي. تمام، هسه هذا الحرف لما أنا بدي أضيف الإي دي ما لازم يضله زي ما هو. When we add ED, Y changes to I, then we add ED. لما أنا بدي أضيف الإي دي للفعل كاري لازم حرف الواي هذا أغيره للآي بعدين بضيف الإي دي. زي كاري هون شو تتصير؟ كارد. تمام، كارد. تمام، انتبه عندي كيف غيرتها. تمام تالت، باستثناء الفعل play. play ما بغيرها. تمام تالت، play ما بغيرها بضلها نفس ما هي. number two. clap. clap. تمام، حرف علة وبعده حرف صحيح، حرف واحد صحيح سبقه حرف واحد علة. تمام، when we add ed the verb clap doubles the last letter. بدي أنا بضعف الحرف الأخير. ليش؟ عندي حرف علة واحد إجا بعده حرف صحيح واحد. تمام، clap, clapped, clap, clapped. number three. smile انتهى بحرف الإي. تمام، ما برجع بحط إي دي، خلص تسقط الإي هديك بتضلها هذه الإي بضيف فقط الدي. تمام، تصير smile, smiled. ما ضفت كمان إي دي، ضفت فقط الدي. ليش؟ لأنها انتهت بالإي. تمام تالت. طيب workbook page 77 عنا read this. they carried their bags to the car. هم بيحملوا حقائبهم إلى السيارة. تمام، look and read. we always carry our bags to school. إحنا دائما نحمل حقائبنا إلى المدرسة. Look at the ending of the verb r y. أنا الكونسوننت اللي هو r حرف صامت، الr هون.
وعندنا plus الواي، حرف الواي هذا شو بدي أنا أضيف؟ بتصير yesterday البارحة أنا carried her new CD. carried هون انتبه تالت على الكاري هون. كيف صارت؟ look at the ending when we add ed y changes to i then we add ed. now write the past tense of these verbs change y to i then add ed. carry شو بدها تصير؟ carried. لا هون عفوا cry شو بدها تصير؟ cried. hurry hurried. write the past tense. remember the spelling rules. check on page 37. اليوم نرجع على بالفصل الأول اللي أخذناه ونراجع السبيلينج الموجودة اللي هي قواعد الكتابة. اطلع عندي أنا كتبت لكم إياها هلا، تمام؟ تالت بتراجعوها. عندك smile انتهت بالإي، smiled. play حكينا قاعدة شاذة ما بتغير بضلها played. cry cried. hop حرف علة واحد مع حرف صحيح واحد hopped. تمام. help بس بضيف ايدي helped. drop نفس الاشي dropped. number 3 complete the sentences with the verbs in the box. إن like بمعنى يحب، climb يتسلق، carry يحمل، clap يصفق. number 1 الفي the tree. الفي طبعا بدي استخدم هون simple past اكيد، يعني الفي climbed the tree. number 2 the children the science lesson. the children liked the children liked. Molly her hands. Molly clapped her hands. Max the camera carefully. Max carried the camera carefully. بحمل الحق الكاميرا بحذر. تمام. الهومورك يا تالت كتابة جملة على كل فعل من الأفعال التالية باستخدام الزمن الماضي اللي هو simple past. عنا chop، عنا use، عنا need. تمام. بدي أستخدم منها، بدي أستخدمهم في جمل مفيدة. ويا ريت يا تالت كل حد تبعتوا لي، كل واحد منكم يبعتوا لي الواجبات علشان أحط علامة المشاركة. تمام يا تالت. good luck.